انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى الكشفي التاسع الذي تقيمه جمعية الكشافة الكويتية والذي يدور هذا العام حول الكشفية وذوي الاحتياجات الخاصة. الملتقى الذي يقام تحت رعاية رئيس مبرة خير الكويت الشيخ فريال الصباح يتميز هذا العام بمشاركة واسعة محليا وعربيا. ها نحن اليوم إذ نلتقي للمرة التاسعة في لقاء كشفي عربي حول الكشفية وذوي الإعاقة ولتحقيق هذه المبادئ السامية التزاما بديننا الإسلامي من خلال البرامج والأنشطة الكشفية واللقاءات على مستوى الدول العربية كافة، لأن المعاق جزء لا يتجزأ من المجتمع. ندعو بأن نلتقي في كويت الخير والمحبة، ونحن نفتح معا نسخة جديدة، نسخة يانعة للقاء القيادات المسؤولة عن ذوي الإعاقات في وطننا العربي الكبير، حتى يكون هذا الباب مفتوحا على مصراعيه، حتى تنهل الحركة الكشفية المزيد من المنتسبين من كافة فئات المجتمع بألوان طيفه المختلفة. حقيقة أنا سعيد اليوم بمشاركتي أخواني وزملائي في جمعية الكشافة الكويتية في افتتاح هذا الملتقى الطيب، هذا الملتقى الإنساني الذي يهتم بشريحة عزيزة على قلوبنا وغالية علينا جميعا. أيضا سعيد بمشاركة أخواني من دول العربية وضيوفنا اللي الحقيقة ساهموا وحضروا معنا لإنجاح هذا الملتقى، اللي أتمنى إن شاء الله أنه يخرج بقرارات مهمة تنصب في مصلحة شريحة ذوي الإعاقة، لأنه مثل ما قلت هذه الشريحة غالية علينا وعزيزة علينا.